السلام عليكم ورحمة الله. إن أعجبكم الفيديو فسجلوا لنا إعجابا واشتراكا في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وبارك الله فيكم. قناة السلف الدعوية للمرئيات تقدم لكم هذه المادة. حملوا شعارا مدنية لا عسكرية، ولا يعلمون بأن القصد أنها علمانية لا إسلامية. يقولون نريدها مرحلة انتقالية، ولا يعلمون بأن المراد ممن قالها أنه يريدها فرنسية لا جزائرية. أيها المسلمون في هذا البلد، أفيقوا من غفلتكم واقطعوا الطريق على الملحدين وبني علمان، اقطعوا الطريق على الخوارج والإخوان، على الخوارج والخوان. هذا أوان تمسكنا بالإيمان يا عباد الله، لنجني ونقطف ثمرة عظيمة هي ثمرة الأمن والأمان. هذا أوان اجتماعنا جيشا وشعبا، لنقف وجها واحدا في وجه الأعداء يا عباد الله. وينبغي للمغرر بهم أن يتفطنوا وأن يفيقوا من سباتهم. أيها المسلمون، إذا حصل من الخوانة أن ذهبوا إلى البرلمان الأوروبي ليشكوا الحال في بلادنا، فإن المخلصين في هذه البلاد جيشا وشعبا يرفعون أكف الضراعة إلى الله جل وعلا مولانا أن يغير